برشي عن المفرقات ومخاطر على المواطنين، وأيضا عن الأجسام المشبوهة وطريقة التعامل معها. هذه الورشة جاءت بالتنسيق من مركز أو جمعيتنا فيتو الكرام النسوية مع مدير العلاقات العامة سامر الزتاوي مشكور، لبى الدعوة ومشكورين لجدهم. هاي الورشة هي مهمة جدا لمخاطرها على الإنسان المستخدم وعلى الناس اللي حوالين المستخدم لهي المفرقات. ممكن تعمل عاهات دائمة، ممكن عاهات مؤقتة، تشوهات. نحن عملنا هذه الورشة من أجل توعية الأهالي، توعية الأولاد الأبناء لمخاطرها، حتى يتعاونوا أيضا، يجب عليهم تعاون مع أفراد الشرطة في التبليغ عن أي صاحب محل أو أي إنسان يتعامل ويبيع هذه المنتجات. إحنا في جهاز الشرطة واستكمالا لخطتنا الشاملة واللي بتشمل محافظة طول كرم بشكل عام بما فيها مخيماتها، تأتي لقاء اليوم مخاطر الألعاب النارية وأثرها على أبنائنا وعلى أطفالنا في مخيم طول كرم. وهذه الندوة تم تنظيمها مع المركز النسوي، ومشكور الأخت حمدي على تنظيم مثل هذه الندوة. ونحن كجهاز شرطة نهيب بأبناء مخيم طول كرم ونهيب بجميع المواطنين في محافظة طول كرم الإدلاء والإبلاغ على الرقمية على أي شخص، عن أي شخص يقوم ببيع هذه الألعاب النارية لما لها من أثر وضرر على أطفالنا، وخاصة أنها تسبب حروق متوسطة وفي أحيان حروق بالغة، وبعض الأحيان يفقد الشخص أطراف من أطرافه أو يسبب بالعمى أو ما شابه.